أول يوم دخلنا فيه الأكاديمية كان يوم 17/10، دات يعني مستحيل ننساه. أول مرة فتنا على الأكاديمية يعني كان نفس الشعور تبع البرايم، يعني كان شوية غريب. يعني أول لحظة دخلنا فيها الأكاديمية قعدنا الكل 18 واحد، يعني قعدنا نجريه في الأكاديمية نشوفوا شنية الأكاديمية مش نكتشفوا كل شيء. الشيء اللي نذكره أني وقعت في الدرجة أول أول يوم لأني كنت بجري، ويعني كانت تجربة يعني كتير حلوة أنه أول يوم فوت على الأكاديمية. يعني ما خليت ولا شيء ما عملتوش، ما خليت ولا ركن في الأكاديمية ما شفتوش ما زرتوش. يعني هذه كانت يعني أول إمبريشن على الأكاديمية. نسيم رايسي من تونس. أول برايم حسيت فيه شعور أول مرة نحسه في حياتي، خطر وصلت حققت حلم أني ندخل ستار أكاديمي. يعني بعد يعني حلمت بها 10 مواسم وأنا نحلم باش ندخل ستار أكاديمي. أكيد كان في شوية خوف لأني كنت التونسي الوحيد اللي يمثل يعني بلادي، يعني حسيت بالمسؤولية كبيرة بس تقال اسمي. يعني أول مرة لعبنا أكسيون فريتي كانت يعني مثابة نقلة في البروغرام، لأني عرفت أني ممكن في أول بروغرام أعطيت بريجيجي على أشخاص، يعني ممكن قلت أنهم غلطت فيهم شوية، يعني أنه ما كانوش واضحين في الأول. بعد اللعبة يعني وضحت برشا أشياء، يعني كانت مجرد نقلة يعني في الأكاديمية. يعني كانت بالنسبة لي عرفت برشا حاجات منها، عرفت شكون اللي يحبك شكون اللي عادي يعني ما يهموش فيك، عرفت شكون اللي جاي، عرفت كل واحد على شنو جاي يعمل بالضبط. يعني أحسن برفورمانس في ستاراك كان بالبرايم الرابع بأغنية علي قراء أنا وهايدي، كانت أغنية حلوة جدا وعجبت الناس الكل. بعد ستاراك أكيد نسيم هو اللي عرفتوه قبل ستاراك واللي كانوا يعرفوني قبل ستاراك مش يشوفوا أنه نسيم ما تغيرش. يعني ممكن تجربة تغيرت فيها يعني كإكسبرينس غناء ولا شخصية شوية، لكن تعاملي مع الناس نوي تغير. بعد ستاراك أكيد إن شاء الله باش نخدم على روحي أكثر، باش نحاول نعطي للناس ونسمع الناس اللي حبوني خلال فترة ستاراك إنه نسيم يعني قادر يسمعهم حاجات باهية وقادر يعمل أعمال حلوة في المستقبل، وإن شاء الله يخليكم يعني تحبوني كما كنت في ستاراك وأكثر إن شاء الله. لحظة الوصول مطار تونس قرطاج نتصور إنه راح تكون لحظة ما ننساهاش في حياتي، على خاطر مهما نكلم ديما نكلم دارنا يقول لي إنه يعني محضرين لك استقبال أسطوري. يعني ان شاء الله كلامهم يصدق وان شاء الله يعني نلقى انه الجمهور مستنيني في مطار تونس قرطاج، وباللقب ولا بلاش ان شاء الله يعني يعطوني هذاك الاستقبال انه وصلت عملت حاجه وصلت شرفت بلادي وكذا.